كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. سيدنا، السلام عليكم، معكم أبو فردوس. موضوع مهم جدا هو موضوع آلام البطن، انتفاخ البطن، آلام في الأماء وانتفاخها. طيب، المشكل هناك من الناس، وأنا أقول هذا وأعي ما أقول، والكثير منكم يعانون من هذا المشكل، لكن لابد من فهم المسائل. كما يقال، الفهم الصحيح نصف العلاج. عوض أن تذهب إلى شخص سواء كان مختصا في الطب أو مختصا في شيء آخر، لا يعطيك تفسيرا، أو قد يبدأ ويخرج في الكلام، فاعلم أن مسألتك لم تحل. لأنه إن عرفت مسألة، تلك المسألة عرفتها، يسهل حلها. طيب، بإذن الله، الكثير من الناس بالأخص المسلمين، بالأخص أهل الإيمان، تسلط عليهم الشياطين. اعلم يا مسلم أنك مستهدف، اعلم يا مسلمة أنك مستهدفة. لماذا؟ لأنك على الحق، أنت على الحق. ماذا سيفعل الشيطان بنصرانية ولا يهودية؟ ماذا سيفعل بها؟ شيء، أنت على الحق، هم أصلا على ضلالة. طيب، نقول وبالله التوفيق. الآلام التي تقع لكثير من الناس، والانتفاخات في البطن بدون سبب أو حتى بدون تفسير طبي، هذا سببه تكال الجن، أو ما يسمى بالسحر المأكول الذي يسببه الجان في المنام. حتى هناك بعض الأحيان يقوم الجان بسحرك أو إطعامك يقظة. وقد كنا تطرقنا لهذا الفيديو تقريبا منذ سنة أو أكثر. إذن ما هو الحل؟ اعلم أنك إن أصبت بعين، وهذه العين أصبحت قديمة لم تعالج في وقتها، أن خادم هذا العين سيتحول إلى ساحر، دون أن نتكلم أنه سيتحول إلى عاشق، هذا ليس موضوعنا. الموضوع الذي يهمنا هو السحر، سيتحول إلى ساحر أو ساحرة. لكي يتقوى في الجسد ويبقى متحكم في الجسد، لا بد أن يسحر السحر. والسحر هو الآن يطعمك. هناك من يرى أنه يأكل ديدان، يأكل لحم خنزير، يأكل نجاسات، براز. نعم، الناس كثير، الكثير من الناس تواصلوا معي وأخبروني بهذه الأشياء. طيب، الحل، ما الحل؟ أعطيكم حلا مؤقتا، لكن الحل النهائي الجذري، وأن تخرج ذلك الشيطان الخبيث، أو غالبا الشياطين، ليس فقط واحد، أنهم يستعينون بعضهم بعض، أن تخرجه من جسدك. هذا هو الحل الجذري. لكن حل مؤقت، حل مؤقت، أن ترقي الماء بالليل. ترقي الماء، الأفضل أن تأخذ جالون أو 5 لترات مثلا، تقرأ عليه سورة البقرة أو ما يتيسر. كلما قرأ سورة البقرة، سورة البقرة قوية جدا. قد ذكرنا أستاذ أن الشياطين السحرة لا يستطيعون إليها سبيلا، لا يستطيعون أن يخترقونها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطرة، بمعنى لا تستطيعها الشياطين، لا يقدرون عليها الشياطين السحرة، سواء كان سحرة الإنس أو الجن. طيب، سورة البقرة تقرأونها، إن استطعت أن تقرأ في جلسة واحدة مرتين أو 3 فهنيئا لك، وواصل، واصل حتى تتقوى بإذن الله، على الأقل 21 يوم أو 40 يوما تقرأ سورة البقرة 3 مرات، 4، 5، 6 في اليوم، وسترى النتيجة بإذن الله، نتيجة قوية على الشياطين، وسينظف جسدك إن شاء الله بإذن الله، سينظف من الأسحار ومن العيون ومن أي حسد أصابك ومن كل الشيطان بإذن الله، وستقوى روحانيتك ونورانيتك كذلك. طيب، عندما تستيقظ تضع يدك، سواء رأيت في المنام أنك أكلت أو لم تأكل، ضع يدك اليمنى، طبيعة الحال دون أن ننسى السنة، تمسح على وجهك بيديك، كلتا يديك، وتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذه معروفة في السنة. وتقرأ 10 الآيات
العشر آخر عشر آيات من سورة آل عمران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب تضع يدك اليمنى على فم المعدة وتقول بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر مأكول، تكررها تقريبا عشر دقائق أو ربع ساعة وتشرب، تقولها كل خمس دقائق وتشرب من ذلك الماء ماء المرقي. قد تحس ربما في العشر دقائق الأولى أو ربع ساعة الأولى تحس بأن كأن على شكل فرقعات في المعدة، تلك أوقات تتفرقع، تلك أسحار تبطل بإذن الله. هناك من سيجري مباشرة بعد تلك ربع ساعة إلى المرحاض، سيحس بإسهال حاد، وتلك علامة طيبة لأنك ستخرج ذلك السحر، لو بقي في جسدك لأهلكك. كذلك نقطة أخرى، هناك بعض الناس عندما يستيقظون شهيتهم أصلا غير مفتوحة، لا يأكل إلا بعد ثلاثة أو أربع ساعات، تلك علامة لأنه يأكل في المنام، شبع في المنام، أطعموه في المنام، لذلك فبطنه منتفخة وماءه كذلك ولا يستطيع الأكل. إذن هنا أن يفعل نفس الشيء، أن يصبح على ماء مرقي، ماء مرقي، ويضع يده على بطنه ويقول بسم الله تبطل وتخرج، بسم الله يبطل كل شيء مأكول. السنة مكي كما وصفنا في فيديوهات أخرى قوي جدا على الأسحار، يصفي المعدة ويصفي الأمعاء، على الأقل سواء الإنسان كان سليما أو مصابا يستعملها مرتين في الشهر أو ثلاث مرات، تغلي ورق السنة في نصف لتر من الماء، حبذا أن تقرأ عليه سورة الزلزلة مرات ومرات، 21 مرات، 23، 31، 41، 51، كلما زدت كلما يكون أفضل. ثم تشربه على الريق، بعد ساعة أو ساعتين ستحس بإسهال. هناك من سيحس بإسهال أو يحتاج أن يذهب إلى المرحاض طيلة اليوم، تقع هذه الحالات على حسب كثرة الأسحار في بطنه أو في معدته. نقطة أخرى، لا تنسوا يا المسلمين أنكم أعداء الشياطين، والله سبحانه ذكر أن هذا الخبيث الشيطان وعدو للمسلمين، بل عدو للإنسان كافة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لابد لنا من الأخذ بالأسباب، لابد لنا من الابتعاد عن ما يقوي الشيطان، أتكلم عن الذنوب والمعاصي، أتكلم عن أي شيء يغضب الله عز وجل، لابد لنا من الصلاة وإطالة في السجود، لابد لنا من فعل أشياء ترضي الله عز وجل وتقربنا منه، مجلس كثرة الذكر، كثرة قراءة القرآن، وأقول بالأخص سورة البقرة بالنسبة للناس الذين يعانون من هذه المشاكل. نقطة أخرى، هناك من يفطر عندما يتناول وجبة الفطور مباشرة سبحان الله يحس بإسهال خطير، لابد أن يستفرغ. لماذا؟ لأن أصلا أكل وجبة الفطور على السحر الذي أطعم ثم يطعمه به في المنام، ومن رحمة الله أن الله سبحانه أنزله، من رحمة الله، لو بقي لهلك. ونجد الكثير من الناس هذه الأسحار تسبب سرطانات، تسبب الأورام، تسبب أمراض خطيرة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من شر الشياطين الإنس والجن، وأن يعافينا وأن لا يبتلينا بهذه الأسحار ولا بالشياطين، والحمد لله رب العالمين.